العالي استملالي رئيس جمعية مجد المنصور، كنشكر كيس بريس اللي في الحق الله جات باش تعيش معنا. فريق الكوكب المراكشي، انتقلت من فريق الكوكب المراكشي للرجاء البيضاوي، من الرجاء البيضاوي انتقلت لحسنية أكادير، من حسنية أكادير انتقلت لشباب حسنية أكادير، انتقلت للأولمبيك أسافي، من أولمبيك أسافي انتقلت للنادي المكناسي، نادي المكناسي انتقلت لشباب المسيرة، شباب المسيرة عاودت رجعت للفريق أكادير. وبالنسبة للتجارب اللي خديت في خارج أرض الوطن، فهي كانت تجربة أجاكس أمستردام في 2006-2007، تجربة في الدوري ديال هولندا توا فيليم دو، والفريق ديال طرجي التونسي، وفريق في سويسرا. بالنسبة دابا أسسنا جمعية في مدينة طامنسورت اللي هي مجد طامنسورت، جمعية رياضية. أسسنا احنا مجموعة ديال الإخوان غيورين على الرياضة في طامنسورت، كان خدينا بواحد باش كي كنقولوا باش ندعموا الرياضة في طامنسورت، داك الاختصاص ديالنا اللي كنفهموا ليه. والحمد لله الهدف ديال الجمعية الرياضية راه هو كيعرفوه الإخوان، فهو ان شاء الله نقدو هاد الوليدات كي كنقولوا نبعدوهم شويه على بزاف ديال الحوايج، ما يكونش الفراغ، نبعدوهم على كثره المسائل اللي ما كتفرحش اللي ما زويناش. هكا كنشغلوا الولد، كنعمروا ليه الفراغ ديالو بالرياضه، ولما لا يكون عند الوليدات كي كنقولوا موهبه طموح، باش ان شاء الله يقدر الا كان كيمارس الرياضه في احسن الظروف يقدر يعطي ان شاء الله، ولما لا يكونوا وليدات يمثلونا في البطوله الوطنيه او منتخب الوطني، وان شاء الله يكون تنسيق مع الناس ومع الاخوه اللي كنعرفوا في مدينه مراكش. هاكا ان شاء الله نعطيو لطامنسورت واحد الصوره ديالها، كاع جميع المؤطرين اللي كاينين معنا في الجمعيه، فكل واحد ان شاء الله غادي نعطيكم السيره ديالو وكيفاش اختارينا وكيفاش كيمثلنا في مدينه في مجد طامنسورت. كنهضروا على حرمه اللي تكون فريق الكوكب المراكشي في جميع الفئات ديالو، لعب في طامنسورت مع نجم طامنسورت، تبارك الله واحد الولد اللي هو غيور على الرياضه حتى هو عنده طموح، فالحمد لله حتى هو كيدير، هو اللي واخد الفئه ديال 2006-2007 اللي هي كادي، فالحمد لله كيدير مجهود، كنقعدوا كنديروا البروغرام ديالنا، فهو مشكور. بالنسبه العبد المطالب اللي حتى هو تبارك الله تكون في سميتو في طامنسورت، لعب مع فريق نجم طامنسورت، والوليد اللي كان حتى هو كان داز عندي انايا، اللي كانت تبارك الله تيتصنت كيعطي حتى هو اللي عنده ما يقول، كنجلس معاه كنناقش معاه الامور، كاع داكشي اللي كنخدمو كنجلسو ليه وكندرسوه، فتا هو مشكور وكنتمنى ليه التوفيق وتيعطي بزاف، مشكور بزاف. بالنسبه للاستاذ هشام اللي هو قليل اللي كيعرف الاستاذ هشام، اللي هو مسكين الاصل ديالو من الرباط، وليد لعب في سلا، لعب في الامارات، لعب في فراقي بزاف في الرباط، وليد اللي في الحق الله ولد الكره، وخد التجربه في الامارات ديال عامين ولا هي 3 سنين، وتا هو اللي تبارك الله عنده ما يقول، عنده بزاف ما يدار، فهو كيخدم تا هو بالقلب ديالو، غيور على مدينه طامنسورت وعلى مجد طامنسورت. كاسياس باش ما يخفاش عليكم، كاسياس تا هو اللي وليد داز عندي تقريبا في جميع الفئات، داز في جينيور ديال نجم طامنسورت، حاليا دابا كيتدرب معايا في لي سينيور، جبناه لان تبارك الله عنده تا هو كيجتهد في هادشي ديال الفئات الصغرى وهادشي الوليدات، قابض حتى هو الفئه ديال 2013 حتى 2016 كيدير مجهود، مشكور عليه. بالنسبه لفؤاد، فؤاد العوني اللي تبارك الله حتى هو لعب في فريق مولوديه مراكش، ومكلف ان شاء الله بمسائل ديال امين المال، حتى هو كيدير مجهود ديالو، كيعطي النصائح ديالو، كيرافقنا، تيخدم معنا بالقلب ديالو بالمسائل ديالو، فمشكور بزاف حتى هو. الاستاذ بوستا اللي في الحق الله حتى هو ولد فريق مولوديه مراكش، ضابط متقاعد كيدير مجهود كبير حتى هو، مشكور عليه، ولعب الكره كي كنقولوا، وغيور على مجد طامنسورت، فكنشكرهم بزاف بزاف، وكنتمنى لهم التوفيق. بالنسبه لتاسيس الجمعيه ديال مجد طامنسورت، فهي تاسست في 2020، الاهداف ديال الجمعيه رياضيه،
هو تكوين لاعبين، وكي كنقولوا هما اللي غادي يكونوا تيمثلوا مدينه مجد طمنصورت ان شاء الله في احسن تمثيل. بدينا بالفئات ديال الايدوز، وكاين عندنا المينيم وعندنا ليكادي، وهاد الفئات هما اللي كنطمحوا بهم ان شاء الله لا باس ديال الجمعيه ديال مجد طمنصورت. بهم ان شاء الله غادي نديروا واحد اهداف ديالنا اللي رسموا ان شاء الله الاعضاء ديال الجمعيه من هنا لواحد 3 سنين ولا عامين، بهم ان شاء الله غادي نديروا فرقه اللي كنقولوا فرقه لي سينيور، واخا غيكون لاج ديالهم باقي جينيور، ولكن حنا عندنا اهداف ديالنا. نتمنوا من الله يتوفر لنا الامور كما كنا بغينا حنا، باش هاكا ندخلوا فرقه ان شاء الله تدخل باش تبدا تلعب باللاج ديال جينيور، كتقاد راسها ان شاء الله عامين ولا 3 سنين كنكونوا ربحنا واحد الفرقه، ربحنا واحد الفرقه اللي ان شاء الله تكون تعطي واحد الصوره مزيانه لمدينه طمنصورت، اللي في الحقيقه الله حنا غايرين عليها وغايرين على الرياضه وكنخدموا فيها رغم الامكانيات كما كيفاش دايرين. كي كتعرفوا الا بغيتي ان شاء الله تدخل بهذه الفئات كاملين العصبه، فهو راه كيخص موارد ماليه كثيره اللي هي في الحقيقه الله راه كي كنعرفوا الفريق ديال الايدوز كيخصك حتى هو تأدي عليه، المينيم، فرقه ديال لي كادي، فرقه ديال لي جينيور. كنتمنوا من الله ان شاء الله الفريق ديالنا ان شاء الله، كي كاينين موعود مع الرئيس عمار فهو مشكور، ان شاء الله نتمنوا التوفيق ونتمنوا ان شاء الله يكونوا ان شاء الله الموارد الماليه، لان هي الداعم مجد طمنصورت فدار بزاف ديال الرحلات، كل فئه كنحاولوا نمشيو على حساب الفئات. عندنا كنا مشينا لاكادير درنا واحد الدوري تقريبا بثلاثه الفئات، اضطرينا باش نخرجوا هكا الوليدات في العطله باش يفرغوا شويه، ومشكورين المؤطرين والناس ديال مجد طمنصورت اللي في الحقيقه الله تضافروا الجهد بيناتهم. كان بزاف ديال الحوايج اللي لقينا مشكل في الترونسبور حاولنا نسقوا بيناتنا والوليدات ديال مجد طمنصورت المؤطرين اللي هما مشكورين بزاف بزاف لان داروا مجهود. خرجنا لبن قرير حتى هو، خرجنا الفئه ديال الايدوز، خرجنا للشماعيه، كنحاولوا نسقوا مع اكاديميات في مراكش وفي النواحي ديال مراكش باش هكا نقدروا نعرفوا بطمنصورت ونعرفوا بالوليدات اللي كيلعبوا في مجد طمنصورت. درنا دوريات كالمسيره الخضراء وك بزاف ديال الدوريات هنا في التيران ديال طمنصورت هكا باش نعرفوا كي قلنا بالجمعيه ديالنا ونعرفوا بالوليدات ونحسوا الوليدات ديالنا ديال طمنصورت اللي هما ديال مجد طمنصورت، لان حتى هما كاينين وحاضرين وعندنا ما نقولوا ان شاء الله هنايا، وهادو بوادر ديال الخير. وشكرا. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه.